طيب، ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على الاكسبشن هاندلنج والتكست انبوت اوت بوت. هنبدا الاول بالتكست انبوت اوت بوت، وبعد كده نتكلم على الاكسبشن هاندلنج. طيب، الاول احنا عارفين ان في عندنا ثلاث انواع من انواع الايرورز. في عندنا حاجه اسمها سينتاكس ايرورز. سينتاكس ايرورز اللي هو او بنسميه الكومبايل تايم ايرورز، اللي هو خطا في الكود، نسيت سيمي كولون، نسيت كير البراكت، كتبت الوايل كتبتها غلط، كتبت البابليك البرايفت، كتبت كي وورد غلط يعني. فالكومبايل مش هيتم او ده كومبايل تايم ايرور. النوع الثاني اللي بنسميه الاكسكيوجن ايرور او بنسميه الران تايم ايرور. الران تايم ايرور اللي هو الكود بيكومبايل وزي الفل، بس تيجي تران بيطلع ايرور. زي اشهر مثال الديف باي زيرو اللي اسمها الصفر، بتقول الزد بتساوي الاكس على الواي، واديت الواي بصفر. خلاص؟ فهي في الاوت بوت هيضرب، ده اسمه ران تايم او اكسكيوجن ايرور. النوع الثالث اسمه اللوجيكال ايرور. اللوجيكال ايرور اللي هو الاوتبوت الاكشوال غير الاكسبكتد. يعني ايه؟ يعني لما تقول 5 زائد 6، 5 و6 11، 11 في 3 انت مستني تطلع كام؟ 33. بس الحقيقه مش تطلع 33. ليه؟ لان الضرب البريوريتي بتاعته اعلى او الاوردر اعلى، هيضرب 6 في 3 ب 18 و5 تطلع 23. الاوتبوت الاكشوال لا يساوي الايه؟ الاكسبكت. ده اسمه لوجيكال ايرور. طب نعالجه ازاي؟ تظبط الدنيا بقى، اعمل اقواس خلاص كده. طب 5 و6 بقى، بقى هيعمل كده 5 5 و6 الاول معايا؟ طيب بالنسبه للاكسبشن هاندلنج، احنا هنعالج انهي نوع؟ اللي هو الران تايم. لان السنتكس لازم انت حضرتك تعمله ايدك وتشوف الايرور فين وتصلحه. اللوجيكال هو مش هي... هو مش ساحر البروجرام، انت اللي عامل معادله غلط، هو ملوش علاقه بالكومبايلر يعني. فالاكسبشن هاندلنج بتعالج الران تايم. طيب لو انا عايز اريد بقى، انا يا اما بريد من بالسكانر من كيبورد صح؟ او من فايل ملف تكست بقرا منه، او من كمبيوتر تاني كاني بتشات مع واحد زميلي كده، يبقى من انذر كمبيوتر او حد على النتورك او الانترنت بتشات معاه. يبقى انت عند حضرتك طريقتين الانبوت او اوتبوت. اول حاجه اللي هو communicating with sequential source or destination زي ما بنقرا من بالسكانر من الكيبورد، بتقرا من فايل زي ما نتعرف دلوقتي، او بتكلم جهاز ثاني كانك بتعمل تشات معاه. الطريقه الثانيه استخدم الجي يو اي زي ما نتعلم في ميتنج 10 11، تعمل بقى انبوت بوكس وتعمل بقى تكست بوكس، تعمل اللي انت عايزه، تعمل ليبل مش عارف ايه، وبعد كده مسج بوكس الاوت بوت يطلع في حاجه فيها جي يو اي. في الايرور هاندلنج او الاكسبشن هاندلنج، احنا قلنا الاكسبشن ده معناه يعني استثناء، يعني حصل حاجه اثناء الاكسكيوجن عندنا، فنبدا نهندل الكلام ده بالاكسبشن هاندلنج او التراي والكاتش. في عندي حاجه اسمها انبوت او بوت ستريم. لو انت عايز تبعت داتا لحد، بتشات مع حد، بتقرا حاجه من الكيبورد، بتقرا من فايل اند سو اون، فيبقى لازم تعمل تشانل بين السورس والديستنيشن. عايز اكلم حضرتك تقول لي، يبقى لازم تعمل تمد الخط الاول بيني وبينك، او تعمل القناه، هبعت ميه، همشي ميه في ماسوره. بنعمل ايه الاول؟ بنعمل التيوب او التشانل او القناه اللي هتمشي فيها الايه؟ الحاجه دي. وبعد كده ابعت. يبقى الخطوه الاولى خلاص ان انت بتعمل الايه؟ عند حضرتك الستريم بتاعك. ايه الستريم؟ او التشانل او التيوب اللي هتمشي فيها الايه؟ اللي هتمشي فيها الداتا. كلمه ستريم معناها فلو اوف داتا، يعني تدفق البيانات، انك بالظبط بتعمل تيوب وتعمل فيها الداتا، الحاجات اللي بتكتبها بتمشي كانها ستريم اوف بيتس كده، مجموعه من البيتس ماشيه ورا بعض. يبقى سيكونس اوف بايتس او الفلو بتاع الداتا من السورس للديستنيشن. خلاص؟ تمشي كده والديستنيشن ستارت. فانت بتقرا اما من كيبورد خلاص الريد والرايت يعني، او الانبوت والاوت بوت. في عندك السكرين وعندك يبقى دي سورسز والديستنيشن او بتاعت الايه؟ الستريم عند حضرتك. الكيبورد هتريد، السكرين هتطبع، الداتا فايلز لو انت بتقرا من فايل خلاص، ممكن تقرا من فايل او تكتب على فايل زي ما انت عايز.
او بتشات مع واحد زميلك عن طريق نتورك كمبيوتر عن طريق الشبكه. طيب انا عايز اريد من كيبورد، عايز اريد من فايل، اعمل اي حاجه. اول حاجه بتفتح السكرين اللي هو كنا بالسكانر، تو سكانر اس ايكوال نيو سكانر، او سكانر اس ايكوال نيو سكانر سيستم دوت ان كده هقرا الكيبورد. وبعد كده كنت بقول له بقى الانت اس او الانت اكس بتساوي الاس اس دوت نيكست انت، يبقى خطوه انك تقرا. الخطوه الثالثه ما كناش بنعملها اللي هو بتكلوز السكرين. لو انت ما قفلته عادي البروجرام هيرن كل حاجه، الخطوه الثالثه دي ما عملتهاش، بس كانك بالظبط سايب حاجه مفتوحه في الباك جراوند، فتقول لا اقفل خلاص تمام ماشي. بس لو ما عملتهاش البروجرام ما يشتغل، بس يبقى في بروسيسنج شغال في الباك جراوند. طيب الستريم بروفايدد بقى في حاجه اسمها اي او انبوت اوت بوت باكج. لو عايزين نعمل امبورت فول امبورت جافا دوت اي او دوت استريك. طيب دي كده كنا عملناها قبل كده اللي هو السكانر، عايز تقرا حاجه من الكيبورد بتاخد اوبجكت بالسكانر. وبعد كده زي مثلا انا هقرا تكست عادي، اكتب فيه مصطفى احمد عبد الله عمر اي حاجه. عملت سترنج اس ايكوال اس سي دوت نكست لاين عشان يقرا السطر. وبعدين قلت له اطبع لي الاس هيطبع لك. السطر ده جديد مش بتعمله قبل كده. مش بتقفل الستريم. لا هنا اقفله علشان البروسيسنج بتاعك او مفيش حاجه شغاله في الباك جراوند انت مش محتاجها. خلاص كده يا شباب؟ في حد عنده اي مشكله في الجزئيه دي؟ تمام يا دكتور. ممتاز. طيب انا بقى انا مش عايز اقرا من الكيبورد، عايز اقرا من فايل. هقول لك الموضوع بسيط خالص. بدل ما تقول سيستم دوت ان هحط له هنا ايه؟ هعمل اوبجكت من فايل وبعد كده هقول له الاوبجكت هنا. ازاي يعني؟ يعني كده انت عايز تاخد تقول له الملف فالفايل بتاخد منه اوبجكت او فايل سميه اف ار اف 1 اي حاجه ايكوال نيو فايل زي ما عملت السكانر. وهنا هديله الايه؟ الباس بتاع الملف بتاعي. وبعد كده خدت اوبجكت من السكانر ما قلتلوش هنا سيستم دوت ان، قلت له لا هيبقى الملف بتاع الاوبجكت من الملف. وبعد كده اقول له سترنج اس ايكوال اس سي دوت نكست لاين، يبقى كده بتقرا مش من الكيبورد، لا بقرا من الملف التكست. وبعد كده اطبع هيطبع، وبعد كده قفلت الايه؟ الفايل. بس خلي بالك الاكسبشن هاندلنج يعني الكود ده ممكن يضرب. يضرب ازاي؟ تقول لي انت كاتب اسم الملف غلط. صح؟ ده يبقى لازم هنا تحط الكود بتاعك بين تراي وكاتش. تراي يعني ايه؟ يعني جرب الكود ده ولو حصل اي ايرور زي مثلا الملف مش موجود ارمي لي الاكسبشن ده، يعني عالجه بانك تعمل حاجه اسمها كاتش وفايل نوت فاوند اكسبشن. خلاص خد اوبجكت اي او فاريبل اي واطبع لي ده، هيقول لك ان الملف بتاعك مش موجود. فخلي بالك ده اسمه تشيك اكسبشن، يبقى لازم لو ما عملتش التراي والكاتش البرنامج مش هيشتغل. برنامج ايه؟ مش هيشتغل. معايا يا شباب؟ مركزين معايا؟ ايوه معاك يا دكتور. تمام. لو انت جيت تعمل الكود ده من غير تراي وكاتش هيدي ايرور؟ ولا لا؟ ها؟ هيدينا ايرور يا دكتور. برافو عليك، يبقى الكود ده لو انت سعادتك جيت تنفذه من غير تراي وكاتش من غير ما تعمل اكسبشن هاندلنج هيدي ايرور. ليه؟ لان دي يا شباب بنسميها حاجه اسمها تشيكد checked exception، يعني لازم الكومبايلر يتشيك ها عليه. ليه؟ لان وارد جدا تكتب اسم الملف غلط او الملف ده يبقى مش موجود. طيب تعالى علشان بس ايه تستوعبها، تعالى نفتح نيت بينز كده وتعالى ننفذ الكلمتين الجمال دول. هتعمل امبورت جافا دوت سكانر او ممكن تقول دوت استريك وتريح دماغك. خلاص كده؟ معايا يا شباب؟ طيب تعالى نعمل امبورت الاي او. احنا قلنا اي حاجات خاصه بالانبوت اوت بوت موجوده فين؟ موجوده جوه جافا دوت اي او، صح ولا لا يا شباب؟ ونقول دوت استريك. يلا معلش يا دكتور شيل السكرين بس. سوري دكتور. حاضر سوري اسف يا شباب. ماشي كده شير معانا؟ تمام يا دكتور. رائع. خلاص معايا كده؟ في اي مشاكل؟ ده شيء عظيم جدا جدا. شيل بس البلوك ده. طيب يبقى احنا عرفنا عشان هنقرا من فايل. جميل عملنا دي. طيب تعالى عايز اخد اوبجكت من الكلاس اسمه فايل، فبقول له فايل خد اوبجكت سميه اف مثلا. خلاص او اف 1 اي حاجه، اعمل اللي انت عايزه. ايكوال نيو فايل، وبعدين اديله هنا يا شباب الباس زي مثلا هو موجود جوه السي. خلاص هنعمل ملف اسمه تيست دوت تي اكس تي. انا لسه ما عملتش الفايل، خلي بالك. تعال نجرب كده. خلاص
هنشتغل من غير ما كانت الفايل هيعمل ايه؟ تعال ناخد اوبجكت من السكانر، اقول له سكانر اس اس ايكوال نيو سكانر. طيب السكانر ده هيقرا منين؟ هيقرا منين؟ الكبار ولا الملف؟ لا عايز يقرا الملف من الملف اللي انا عملته ده. اقول له الاوبجكت اللي هو اف 1 تمام صح؟ ضرب ليه بقى؟ تعالى كده كاتب لي ايه؟ اقرا كده اللي مكتوب. بيقول ايه؟ بيقول لي ان ريبورتد اكسبشن فايل نوت فاوند اكسبشن. بيقول لي لا يا معلم هو الملف ده مش وارد انه يبقى مش موجود صح؟ معايا؟ صح ولا لا يا شباب؟ بقول لك لا انا مش هخليك تعدي لما تعمل تراي وكاتش. لما تعمل ايه؟ تراي وكاتش. تقول له طيب يا شباب حقك عليا اعمل تراي كده وافتح لك كيرلي براكت جميله كده خلاص، وتيجي يقول لي استنى انت كده انت عملت تراي اهي خلاص جميل انا ما عنديش مشكله التراي اهي. طيب ايه لسه واقف تاني زعلان ليه يا عم؟ واقف عند التراي كده. يقول لي هو ينفع تراي من غير كاتش؟ تقول الكود جرب. طب لو اشتغل تمام ماشي، طب لو في مشكله فين الكاتش؟ اقول لك اه صح معلش حقك عليا، اروح اعمل ايه؟ كاتش جميل وادي له بقى ايه؟ عندنا في حاجه اسمها فايل ايه؟ فايل نوت فاوند اكسبشن. حلو كده؟ اسمها فايل نوت فاوند اكسبشن، ناخد منه اوبجكت هنقول مثلا ايه ولا حاجه. جميل يا شباب؟ دي مشكلة؟ لا تمام. وبعدين هقول له اطبع لي الاي ده خلاص؟ شوفوا الكلام اللي بيوضح. اه فين الايرور؟ راح الايرور صح؟ اه لان ده اسمه تشيك اكسبشن، اكسبشن لازم يبص عليه. تعال نجرب كده نرن. ايه اللي حصل يا جماعه؟ طبعا اللي جوه هنا دي كده اللي هو جوه ايه؟ The system can't find the file specified. جميل كده يا شباب؟ في اي مشكله؟ لا تمام يا دكتور. جميل؟ طب واحد يقول لي ينفع اعمل كده؟ اقول له ايه؟ file not found. تعال نشوف كده. اه يبقى انت حضرتك لو مش عاجباك رساله اللي هي الديفولت عايز تكتب تطبع رساله ما تطبعش الفاريبل او الاوبجكت ده خلاص الفاريبل ده خلاص عادي جدا ممكن تطبع انت اي رساله اطبع يا سيدي. طب لو مش عايز اطبع رساله عايز اطبع رساله الديفولت اللي موجوده في الفاريبل اللي هو بتاع الفايل نوت عادي جدا هيطبع لك الايه؟ الرساله. جميل كده يا شباب؟ طب تعالى بقى نروح على السي ونكريت ملف عندي هنا كده اسمه ايه؟ اسمه تيست صح؟ ملف تكست اهو وتعالى نرن الكود تاني رن اهو ما جابش ايه ما راحش على الاكسبشن لان الملف الايه ايه؟ لا موجود صح ولا لا؟ تمام حلو يبقى بس الجزئيه الاولانيه دي مفهومه؟ تمام رائع. طيب تعالى نقرا من الملف تعالى الملف التكست ده نكتب فيه اي كلام هنكتب فيه ايه؟ شوف اسامي بس الرجاله احنا معانا مين؟ معانا عزام ومعانا محمود هكتب كده عزام ومحمود خلاص كده؟ في اي مشكلة؟ تمام يا دكتور ده رائع. تعالى نقول string نقول مثلا اس 1 equal نقول السكانر انا مسميه ايه؟ اس اس dot next line next ايه؟ line حلو؟ وبعدين عايز اطبع اقول له ولا تزعل نفسك خالص اطبع يا عم الحاج الايه؟ السترنج بتاع معاليك ده صح؟ السترنج مسميه اس 1 حلو؟ ايكوال او سترنج ايكوال وبلس اس 1 تعال نجرب اه طبعا ماشي كده؟ طبعا عندي ايه؟ عزام اهو صح كده يا رجاله؟ اه تمام في اي مشكله؟ لا تمام طيب خلاص يبقى انت حضرتك كده الموضوع سهل خالص فطبع لي لاين جميل طيب واحد يقول لي كده الاستريم مفتوح عايز اقفلها اقول لك سهله جدا انت مسمي السكانر بتاعتك مسميه ايه
اس اس قول له اس دوت ايه؟ ها؟ دوت كلوز بس شكرا. طب لو دي ما عملتهاش عادي يا عم الحاج، بس انت سايبها شغاله بتاخد بروسيسنج، فانت خلي الكود بتاعك اوبتمايز. اقفل الايه؟ اقفل الموضوع ده. في اي مشكله يا رجاله؟ لا تعالى. بس خلي بالك بقى، لو انا عايز ايه؟ عايز اقرا كل اللي موجود جوه الملف. عايز اقرا كل اللي موجود جوه. طب تعالى بس كده الاول، لو الملف ده فاضي. ماشي؟ الملف ده ايه؟ فاضي. وتعالى نرن. اوبا ده ضرب. ضرب ليه؟ حد عارف ليه؟ لان الملف فاضي. الملف فاضي، وهو هنا انت ما عملتش ريستريكشن على انه بيقرا، فالمفروض في عندي بقى ايه؟ في ميثودز هنستخدمها عشان تتشيك في حاجه يقرا ما فيش يخرج. واصله كده؟ بخلي بالك لو الملف فاضي هتبقى عندك مشكله، فيبقى دي محتاجين نعالجها. افتكر الحته دي. الحته الثانيه انا عايز اقرا بلو. تعالى بقى نكمل. بس دي عشان واضحه كده يا جماعه معانا. البرزنتيشن شايفينها؟ تمام يا دكتور. طيب ادي كده شفناها وعرفنا تتنفذ ازاي، في اي مشكله؟ رائع جدا. خلي بالك ممكن تعمل ايه؟ دوت نكست لو انت عايز تقرا كلمه كلمه، نكست لاين يقرا السطر على بعضه، نكست انت لو هتقرا انتجر، نكست دبل، مفيش مشكله. هي دي بقى. هي دي. اللي تشيك. بقول مثلا دي بولين. بقول اس سي دوت هاز نكست. يعني تشيك الاول في كلام مكتوب ولا لا؟ في، لو في يرجع ترو خلاص، يرجع فولس اقول له اخرج. طب نكست لاين يعني في سطر، نكست انت في انتجر، نكست دبل. يبقى هاز 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 نكست نكست لاين. طب نستخدمها ازاي؟ هنقول بعد شويه. طيب تعالى بقى الكود اللطيف ده. احنا اتعلمنا ازاي نقرا من ايه؟ من فايل، صح؟ تمام. طب لو عايز اكتب جوه ملف، عايز ايه؟ اكتب جوه ملف. فجيت هنا عرفت الفايل بتاعي اهو، قلت له اسمه تكست. بعد كده في كلاس بقى، احنا قلنا الاسكانر بتقرا، طب في كلاس بيطبع، ايوه، فاسمه برنت رايتر. اسمه ايه؟ برنت رايتر. خدت منه اوبجكت بي ار ايكوال نيو برنت رايتر، وقلت له هتشتغل يا عم على الملف ده، حلو، اللي هو تكست زي الفل. قلت له البي ار الاوبجكت دوت برينلين اطبع لي انجوي كده، راح فتح الملف وكتب جوه السطر ده، ونزل السطر وكتب جود لك، وبعدين قفلت. ماشي. وطبعا بين تراي وكاتش عشان لو الفايل نوت فاوند يرمي الملف مش موجود. هنا هيعمل ايه؟ هنا راح فتح الملف ده وكتب جوه السطرين دول. جميل؟ تمام. صعبه ولا ننفذها مع بعض؟ لا تمام يا دكتور. سهله صح؟ ما هو الاختيار بس برنت رايت اللي هو يدخل جوه الملف يكتب اللي احنا عاوزينه بس. الله ينور عليك، ممتاز. طيب هنا بيقول لي اكتب جافا كود انك ترايت الفولوينج لاينز للتكست واسمه لاك دوت اكس تي. عادي جدا بقى، خلاص انت هتكتب بالبرنت رايتر وبعد كده هتقرا، تقرا بالاسكانر زي ما عملنا الخطوه الاولى. خلاص دي كده انت كده حضرتك هو عايز تبدا الاول بانك بتكتب، هنكتب بالبرنت رايتر خلاص، فالاجابه بتاعتها سهله بقى زي ما احنا عملنا اهو. طب انت ممكن تاخد الفايل ايكوال نيو فايل وتكتب ايه؟ ممكن التكست الباس تحطه في سترنج وبعدين تقول له هنا اسم الفاريبل، دي اسهل لك يعني بحيث تبقى منظم. عايز تعملها على طول هنا تقول الفاريبل، ما تزعلش نفسك اللي انت عايزه. عملت البرنت رايتر، قلت له اكتب لي ده، اكتب لي ده، اكتب لي ده، واقفل وتراي وكاتش. عايز تريد، عملت الايه؟ الفايل وعملت الاسكانر وعملت كاونتر بس عشان اعد عندي كام سطر. بص هنا بقى كده، قلت له وايل الاسكانر بتاعي ده لو بسميه ريد فروم او اس اس اي حاجه دوت هاز نيكست لاين، يبقى يتشيك الاول. اللوب ده هيشتغل امتى؟ لو في كلام مكتوب ارى، وبعدين زود الكاونتر واحد. ليه؟ لان انا عايز اعد السطور. انا قال لي عد يبقى عندك كام سطر، وطبعا يقرا ويطبع لحد خلصت يقفل، بعد كده يقول لك الكاونتر بكام او ارى كام كام سطر خلاص. والاكسبشن ممكن هنا بدل ما اقول له فايل نوت فاوند اكسبشن اعمل اكسبشن الكلاسيك اي، وده الكلاسيك كبير اللي كل الكلاس بتاعت الاكسبشنز وارثه منه، فينفع اعمل كده؟ ينفع اطبع كلمه ايرور وخلاص. ينفع، مفيش مشكله. بس انت كبروجرامر بقى تستخدم الكلاس اللي هو الجنرال ولا المخصص؟ لا انت كبروجرامر شاطر، الاكسبشن ده جواه كلاسز كتير
لا شوفي الايرور ده جاي منين بالظبط وترمي الاكسبشن بتاعه. طب لا انت كده بتريح دماغك بحيث ايه اي اكسبشن يلم. جميل يا شباب. طيب ينفع بقى اريد او رايت على اوبجكت؟ يعني اوبجكت يعني ايه؟ يعني عامل اري ليست، عامل كلاس اسمه ريكتانجل، وعامل ريكتانجل ار 1 وار 2 وار 3 وحطيتهم في اري ليست، وعايز تقرا بقى اللينس والويتس او الويتس والهايت والكالر. تمام ينفع؟ اه ينفع عادي جدا. خلاص هنا بيقول لي اهو الحاجات اللي زي دي يا جماعه تركزوا فيها الله يخليكم، تجمع بيها درجات لو انت فهمتها. بيقول لي اعمل كلاس سميه دي ريكتانجل، خدت درجه على كلمه بابليك كلاس. رايت ستاتيك ميثود تو فيل ريكتانجل، خلاص يبقى هعمل ميثود ستاتيك واسمها فيل ايه ريكتانجل. بتيك ا ليست اوف اوبجكت از ان ارجمنت وبتفيل ات ويز ريكتانجل. وميثود ثانيه اسمها رايت تو فايل، بترايت الليست بتاعت الريكتانجل او ملف اسمه كذا. ميثود اسمها ريد فروم فايل برنت اري. طيب تعالى الموضوع بسيط خالص، عملت الانبوت بتاعتك، عملت اسم الكلاس، خدت الدرجه، ادي الدرجه. بعد كده الميثود وقال لي بتاخد اري ليست، اهو قلت اري ليست نوع ريكتانجل وسميتها ليست وبابليك ستاتيك فويد اسمها كريت. عملت ثلاثه اوبجكتس او ار 1 والكونستراكتور بياخد ثلاث حاجات الويتس والهايت والايه والكالر لو تفتكر. الاول الثاني الثالث عايز اضيفهم في الليست، يبقى ليست دوت اد ار 1 اد. خلصت الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الاولانيه صعبه؟ سهله جدا. الثاني بيقول لي رايت تو فايل، عملت رايت تو فايل وبرده اري ليست وعملت الفايل اهو وبرنت رايتر ومشيت على الريكتانجل او الليست وقلت له والله يلا اكس دوت جيت ويتس وجيت هايت وجيت كلر جبتهم. خلاص كده معايا؟ في مشكله؟ جميل؟ تمام يا دكتور. وقفلت الكونكشن طبعا بنت رايت كاتش لازم. بعد كده هريد يا عم سهله زي ما عملنا قبل كده، بس القصه بس ليه اري ليست سهله جدا. وبعدين الفايل بعدين الاسكانر بتاعتك او عرفت الويتس والهايت والكلر. خلاص كده لان عايز اريد تقول له دبليو هي اس دوت نيكست توب اي نيكست دبل برضه كلر نيكست لانها هتبقى تكست هتبقى تكست تكست. وقلت له ادي يا عم الحاج يلا ماشي جميل تمام. خلي بالك من قبل ما اخش اريد قلت له طالما في نكست يعني الفايل فيه كلام اقرا، مفيش مع السلامه اخرج واقفل. جميل كده؟ شباب دي واضحه؟ عيدها تاني. يا ريت يا دكتور، يا ريت يا دكتور بس تاني. مش احنا في الخطوه اللي فاتت دي عملنا ايه؟ عملنا الفايل وعملنا برنت رايتر ومشينا على الاوبجكتس اللي موجوده عندي في الاري ليست، الاوبجكت اللي هي ار 1 ار 2 ار 3 وقرينا الاولاني تمام وقرينا الثاني والثالث كده. الملف ده اتخزن فيه ايه؟ الثلاثه ايه؟ الثلاث حاجات دول 3 5 لينك السطر الثاني ار 1 اتخزنوا كتكست صح كده؟ تمام. انت عايز تقراهم الاري ليست بتاعتك ايه؟ خلاص الاري ليست نوع ثاني اسمها ليست ايكوال نيو اري ليست تانجل تمام. عملت الفايل خلاص قلت له الفايل بتاعي اهو مش انت كنت عامله اهو اسمه هو اسم الفايل انت كنت بتكتب المره اللي فاتت عايز تقرا بقى. فعملت الاسكانر عادي جدا على الفايل وانت عايز تقرا ايه؟ الويتس والهايت والكلر. فالمتغير الاولاني احطه في الويتس، الثاني في الاتش، الثالث في الكلر. طيب احنا قلنا لازم تشيك الملف فيه تكست ولا لا. طب اقول له وايل اس دوت هاز نكست خلاص لو تمام خش بقى الدبليو خليه الاس دوت نكست طب يلا اتش اس دوت نكست دبل يعني اول رقم دبل يحطه في الويتس، ثاني دبل يحطه في الهاي تمام رينج نحطه في الايه؟ في الكلر. جميل؟ والكلام ده كله هقاده بقى في الايه؟ او الليست دوت اد نيو ريكتانجل دبليو والاتش والكلر الاولاني الثاني الثالث خلاص زي الفل ماشي كده؟ تمام وقفلت الكونكشن والكود بتاعنا تراي وكاتش ولا اي مشكله خالص. جميل؟ تمام اولى تاني؟ لا تمام رائع. البرنت اري جميل جدا دي برضه تاخد اري ليست هتعمل فور لوب عشان تقرا الاوبجكتس اللي عندي. كل اللي هتعمله هتقول اكس دوت جيت اري يبقى الاوبجكت الاولاني الثاني الثالث وهيجيب الاريا الاولانيه الثانيه الثالثه. تقول لي دي منين؟ دي كنا عاملينها قبل كده. هتيجي جوه المين خلاص اري ليست خلاص كده عند حضرتك تمام الاولى والثانيه هتقرا علشان تقرا تقرا وتحط في الليست دي. فعملت ليست اهي قلت له والله يلا نادي على الكريت انا عاملها ستاتيك يبقى تقول اسم الكلاس دوت اسم الميثود ويدي لها الليست رايت تو فايل
عملت رايت على ليست. عايز ليست ثانيه عملت ليست 1 ايكوال اسم الكلاس دوت اسم الميثود وبعدين قلت له برنت اريا اطبع لي الاريا فطبع لك الاريا بتاعت الاولاني والثاني والثالث. جميل يا شباب؟ تمام. احنا كنا قلنا الاكسبشن هاندلنج بيعالج يا جماعه الران تايم ايرور او الاكسكلوجن ايرور خلاص. ممكن تحصل اخطاء زي ايه؟ انت ملف مش موجود بتكتب الانبوت غلط، عندك اري فيها ثلاثه وانت قلت له هات لي الاليمنت رقم سته، انت عاملها انتجر الداتا تايب وبتدي له دبل ومش عامل كاستنج فاكيد هيضرب. اوبجكت او بوينتر وما بيشاورش على حاجه نل فهيدي ايرور. كل دي اخطاء ممكن تحصل. مثال على كده اهو، انت بتقرا من السكانر وقلت له انت اي دي ايكوال انبوت دوت نكست انت، فهو مستني تكتب خمسه سته تتخزن كسترنج يحولها لانتجر، فانت بتكتب له ام هو يعرف يحول ام لانتجر فراح دور قال لك ايه انبوت مس ماتش اكسبشن. انبوت مس ماتش اكسبشن الاكسبشن ده بترمي امتى؟ في حاله ان هو مستني منك انتجر ولقى انت بتكتب له سترنج. واصله؟ فده مثال عشان تعالجه وتحط الكود بتاعك بالتراي وكاتش. انتراي وايه؟ وكاتش. طب احنا اتفقنا ان الكلاس ابو كل الكلاسز اللي في جافا اسمه اوبجكت. في كلاس اسمه ثروبل بقى اكستندد منين؟ او وارث من اوبجكت. تمام؟ ده هو حاجه اسمها اكسبشن وايرور. الايرور دي اخطاء خاصه بقى بالفي جي بي ام واللينكج ايرور، دي حاجات مالناش دعوه بيها. احنا لنا دعوه بالايه؟ الكلاس اللي اسمه ايه؟ اكسبشن. الكلاس اللي اسمه اكسبشن. تمام كده؟ معايا؟ تمام. وبرضه كلاسز وارثه منه، في كلاس نوت فاوند وانبوت اوتبوت اكسبشن وران تايم اكسبشن. خلي بالك الران تايم اكسبشن دي بنسميها ان تشيك اكسبشن، زي الارثماتيك اللي هو زي الاسم على الصفر، النال بوينتر، الاري اللي هي بتاع اندكس اوت او باوند اكسبشن اللي هو لو انت اري فيها خمسه بتقول لك ايرمنت رقم 10، الليجل ارجمنت اند سو اون. دي كده الران تايم اكسبشن دول يا شباب بتسميهم ان تشيك اكسبشن. يعني ايه؟ يعني لو ما عملتش اكسبشن البروجرام هيران مش هيدي ايرور، انما الاي او دي بنسميها التشيكد اكسبشن. يعني ايه؟ يعني لو ما عملتش تراي وكاتش مش هيعمل له كومبايل اصلا، البروجرام مش هيحصل له كومبايل. وصلت؟ زي ما عملنا من شويه فاكرين؟ بتاعت الفايل والسكانر. اه يا دكتور. كده اشتغل قال لك لا ايرور يا معلم، انت لازم تعمل لي الايه؟ الفايل وفاوند اكسبشن. فدي بنسميها تشيكد، لازم الكومبايلر بيتشيك انت عملته ولا لا، انما الران تايم لو قلت له الزد بتساوي الاكس على الواي وما عملتش تراي وكاتش هيعديها لك وتيجي ترن، رنت تمام ما رنتش هيروح رامي لك هو الاكسبشن تحت. جميل؟ والبروجرام هيطلع. يبقى قلنا سيستم ايرور دي خاصه بالجي بي ام وجافا مش السكوب بتاعنا عندنا. دي كده الاكسبشنز بتاعتنا السكوب بتاعنا عندنا. خلاص؟ ودي اسمها ران تايم اكسبشن او نوت تشيك او نون تشيك اكسبشن. يعني لو ما عملتش تراي وكاتش البروجرام مش هيضرب يعني، انما اللي بنسميها الان تشيك اكسبشنز ماشي خلاص اللي هي الران تايم. انما في عندي بقى اللي تشيكد اكسبشنز اللي هي الاي او خلاص، دي لو ما عملتهاش البروجرام اصلا مش هيكون باق. طيب اكزامبل على الان تشيك زي الاري اندكس اوت اوف باوند، الاريثماتيك، النمبر فورمات اكسبشن، النال بوينتر، دي امثله على الان تشيك. خلي بالك يعني لو انت عندك اكس بتساوي 5 على 0 مثلا او الزد بتساوي الاكس على واي، خلي بالك تراي والكاتش بتاخد بروسيسنج وبتاخد ميموري او بتاخد وقت في التنفيذ، وقت في التنفيذ اكبر من الاف ستيتمنت. فلو عندك حاجه تعرف تعملها بالاف ستيتمنت ما تعملش تراي والكاتش. تقول لي زي ايه؟ اقول لك زي الارثماتيك دي مثلا اللي هي الان تشيك اكسبشن. لو انت بتقول الزد بتساوي الاكس على الواي ما تقول اف ستيتمنت، يعني قول لا في الاف الواي بتساوي بتساوي تساوي زيرو، قول لي ايرور ايلس اعمل المعادله الزد بتساوي الاكس على الواي، دي احسن. جميل يا شباب؟ في مشكله؟ اه تمام يا دكتور. اللي تشيك اكسبشن دي بقى حضرتك لو ما عملتش تراي وكاتش البروجرام مش هيشتغل. زي ايه؟ حاجه اسمها اي او اف اكسبشن اللي هو اند اوف فايل، اللي هو وصل نهايه الملف ولا لا؟ لان انت ممكن تقرا 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 يوصل نهايه الملف يروح ضارب، ما هو مش لاقي حاجه ثانيه اقراها، فانت لازم تقول له انت وصلت للنهايه ولا لا؟ او هاز نيكست. فايل نوت فاوند اكسبشن تديله ملف وانت كاتب الاسم غلط. مال فورمد يو ار ال اكسبشن يبقى انت بتدي له يو ار ال لويب سايت واكتب لي اسم الويب سايت غلط، فلازم برضه تهندل الحاجات دي. ماشي يا رجاله؟
في مشكلة؟ تمام. جميل. احنا بقى هنديكلير اكسبشن بطريقتين. ممكن جوه الميثود تقول له والله الميثود دي throw كلمة throws كده وتدي له اسم الاكسبشن. ولما تروح تنادي عليه في المين يبقى حطه بنتراي وكاتش. او على طول تحط الكود بتاعك بنتراي وايه؟ بنتراي وكاتش. ازاي؟ يعني ممكن كده انت بتعمل ميثود اسمها تشيك فورمات public boolean check format. تاخد string file name هقول له كده ها جنبها throws EOF exception. يبقى دي بترمي exception اسمه end of file. ممكن ترمي اثنين exception عادي مش مشكلة. ممكن ترمي ثلاثة مفيش مشاكل. والكولر بقى لما اللي هيعمل كول للفانكشن دي بقى يحط بقى الكود بتاعه بين تراي وايه؟ بين تراي وكاتش. واصلة يا رجالة؟ فيها مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. طب ينفع اعمل اكتر من كاتش؟ اه ينفع. مش ممكن يبقى اي او فاين نوت فاوند اري اندكس اوت اوف باوند اريثماتيك؟ اه عادي ممكن يبقى تراي كاتش 2 3 4 ينفع عادي جدا جدا. طيب بص على المثال ده كنا عملناه قبل كده بتاع الفايل وبتقرا من السكانر وكنت بحط الكود بالتراي والكاتش قلت فايل نوت فاوند اكسبشن وفاريبل اي وطبعت اللي جوه الفاريبل قال لي ان الفايل مش موجود مثلا هو مش موجود. طب ينفع اعمل الكود ده بس احطه واعمل تراي وكاتش اعمل الاكسبشن هو الكلاس البيرنت؟ الاثنين صح ولا لا؟ الاثنين صح، صح كده؟ معايا؟ تمام. طيب مين الافضل؟ انت كبروجرامر مين الاحسن؟ اللي يبقى فيها فايل نوت فاوند. برافو عليك، اللي هي فيها التشايلد، ليه؟ لان انت كده محدد سبيسيفيك. محدد الفايل بتاعه. اه الايرور نفسه، الايرور كده انت عرفت جه منين؟ مش يقول لك ايرور وخلاص، وصلت؟ تمام. جميل جدا. خلاص احنا قلنا ميزه الاكسبشن هاندلنج بتهندل كل الايرورز اللي بتحصل وبتخلي الكود بتاعك احسن وبدل ما يضرب والدنيا كده لذيذه. خلاص احنا فهمنا الكونسبت ماشي ازاي. وخلي بالك في معلومه ان الاكسبشن هاندلنج كوست يعني ايه؟ بيكونسيوم تايم اكتر من الاف ستيتمنت. يبقى اول حاجه تقدر تعملها الاف ستيتمنت للان تشيك يعني زي الاري اندكس اوت اوف باوند الحته بتاعت الايه؟ الارثماتيك اكسبشن اللي هو زي ديف باي زيرو لو تقدر تعملها في اف ستيتمنت يبقى احسن. بخلي بالك استخدم اف ستيتمنت مع الان تشيك اكسبشن هيبقى اسرع في التنفيذ واحسن. اقول لك ده مثال هنا بتشيك بعمل كود بين تراي وكاتش وانا بيقرا مثلا بوينتر او اوبجكت ولا حاجه وهو بيشاور على نل بقول له والله كاتش الاكسبشن اسمه نل بوينتر اكسبشن وارمي لي الجمله دي. دي كده صح وممتاز بس دي ان تشيك اكسبشن. ممكن تعملها بايف ستيتمنت يا سيدي. اعملها ازاي بايف ستيتمنت؟ اسرع واحسن. تقول لي لو الريفرنس لا يساوي نل اشتغل. طب إلس قول لي ايرف. يبقى هي دي بس بروسيسنج مين الاحسن؟ دي وصلت كده؟ يبقى ان تشيك اكسبشن از بيتر تو بي ريبليسد باي ايف ستيتمنت. ده اللي بنسميه ديفنسيف ايه؟ بروجرام. خلاص؟ ان انت تشوف لو حاجه حصلت تعالجها بايه ستيتمنت عند حضرتك. ماشي؟ جميل؟ ايه بيحصل امتى لو انت بتقدر تبريدكت الايرور تتوقع ايرور يحصل تعملها بايه ستيتمنت. اكسبشن هاندلنج بقى ده ابطا خلي بالك في التنفيذ بس ده لازم نعمله مع التشيك ايه؟ اكسبشن زي الفايل واليو ار ال ومش عارف ايه والكلام ده كله. واضحه يا رجاله؟ تمام ده. في عندي بقى حاجه اسمها فاينالي. ممكن اعمل تراي وكاتش 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 وفاينالي. ايه فاينالي دي؟ بصوا يا جماعه دي جمله بتتنفذ. احنا قلنا لا لو الكود بتاعي سليم الكاتش كانها مش موجوده. هيعمل فيها تراي ويخرج. طيب في مشكله هيسيب التراي يروح على الكاتش. طب ايه الفاينالي دي؟ دي جمله يا جماعه تتطبع لو الكود صح او في مشكله. يعني لو التراي اشتغلت هيطبع معاها الفاينالي. الكاتش اشتغلت هيطبع برضه هيبقى فاينل برضه. فالفاينل جمله بتطبع في كل الاحوال. انت عايز جمله تطبع تقول له جود باي مش عارف ايه اي حاجه او في اكسبشن انت ما عالجتوش فيروح رامي الفاينل. يعني الكاتش هي الاولانيه مش هي الثانيه الثالثه بدل ما يضرب خالص يروح رامي لك الايه اللي موجود في فاينل. حاجه كده شبه الالس اللي موجوده في ايه في الفور لوب في الاف ستيتمنت او الديفولت اللي موجوده فين في السويتش كيس اللي هو اذروايز. جميل؟ فيها مشكله؟ لا تمام ده. انت يبقى بص كده لو الكود بتاعي سليم ودخل جوه التراي هيطبع الفاينالي برضه. طب لو في حاله ان الكود كان فيه مشكله هيروح على الكاتش
وبرضه يطبع معها الايه الفايل. وصلت كده؟ تمام. في اي مشاكل؟ لا تمام. تمام احنا كده خلصنا يا جماعه الميتنج ده. الميتنج اللي جاي ان شاء الله هيبقى يوم الجمعه الساعه 4، وهنكثف الفتره الجايه عشان يبقى عندي محاضرتين ثلاثه راجع. انا عايز اراجع معاك محاضرتين ثلاثه واحل معاك امتحانات ونعمل كل حاجه. ماشي كده؟ تمام يا دكتور. زي الفل؟ تمام. دكتور، هو اعلى واحد جاب كام في التي ام المتر؟ ما تسالش.